اذكروا الله. ما حلم الله على الناس إلا أكثر من هذا؟ لما؟ لأنه يعلم من خلق. يبعث الله عبدا يوم القيامة يقيمه بين يديه عاريا حافيا أغرل. عاري حافي تعلمون، الأغرل الذي ردت إليه قلفته، لما يعني يطهروه بيقطعوا هذه القطعة شيء فيرد حافيا عاريا أغرل. فيقول العبد ابتدارا لله، اسمع 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 عجيب، بيقول ابتدارا لله: ألست وعدتني ألا تظلمني؟ قال الله: بلى. قال: فإني لا أقبل على نفسي شهيدا إلا من نفسي. قال الله: أليس كفى بي شهيدا وبالملائكة المكرمين؟ قال: لا أقبل على نفسي شهيدا إلا من نفسي. دغري رجل فاهم. قال الله: أليس كفى بي شهيدا؟ قال: لا أقبل على نفسي شهيدا إلا من نفسي. قال الله: مكانك إذن، خليك. فيختم على فمه. هل العبد لما قيل له مكانك قال: بمن سيأتون؟ هو ليه مرتاب؟ عظام بطنه تعلم لما ارتاب. فختم الله على لسانه وأنطق جوارحه، فقالت جوارحه: فعل وفعل وفعل. ثم أنطق الله لسانه فقال لجوارحه: العبد تبا لكن، عن كن كنت أجادل. هذا بين يدي الله. فإنك ترى رجل هيك، هذا شيء، هذا يسير. اصبروا اصبروا، لو قرأتم من الإنسان في القرآن لعلمتم غير ما قال الدكاترة. دكاترة بيعلموكم إنه الإنسان مخلوق تقيل. قال عليه الصلاة والسلام: ليس خلق إلا وهو أطوع لله من ابن آدم. يعني أعصى خلق الله ابن آدم. فاستعينوا بالله. مما خلقكم؟ من ياقوت ومرجان وذهب. مما خلقكم؟ اسمع، اقرأوا الحج: وإذ قال ربك إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. سمعها الشيطان فقال لله: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذه أفصل وأبين ما خلقكم الله منه وبه، حتى وجد الشيطان بها دفاعا لنفسه. قال: أسجد لبشر من صلصال من حمأ مسنون؟ اسألوا كل العرب يعلمون ألا شرف في واحدة من هذه. ولا ليه؟ ليه الشيطان جريء؟ ليه ليه؟ أجرأ ما قال للشيطان في القرآن، هذه التي في الحج، قال: لم أكن لأسجد. ليه هذا التصريح والجراءة؟ لما بين الله هذا أنا وأنت أخو. ولولا رحمة الله الأنبياء من هذا، ولكن الله هدى. جيد، فكبروا الله.